قضية التخابر بقى مع قطر وأولى الجلسات النهاردة ونظرتها محكمة جنايات القاهرة وقرار تأجيل أولى جلسات محاكمة الرئيس الأسبق مرسي وعشرة متهمين آخرين من كوادر وأعضاء الإخوان في قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية لمؤسسة الرئاسة وإفشائها لدولة قطر. تقرر التأجيل ل جلسة 28 فبراير الجاري للاطلاع والاستعداد مع استمرار حبس المتهمين. المستشار محمد شيرين فهمي رئيس محكمة جنايات القاهرة اتكلم النهاردة مع مرسي وقال ان مرسي ذكر في معرض حديثه لفظ مهزلة وان اللفظ ده طبعا الكلام ده بيعتبر إهانة للمحكمة، لكن رئيس المحكمة قال انه مش هنحرك الدعوة الجنائية ضدك ده تقديرا لظروفك، لكن لازم انك تلتزم بأداب الحديث مع هيئة المحكمة. ليه رئيس المحكمة قال الكلام ده؟ لانه برضو الرئيس المعزول مرسي المتهم مرسي قال أنا الرئيس الشرعي وإن دي مهزلة وشوية كلام كده يعني وقلق حصل في الجلسة النهاردة. إحنا معانا تقرير نشوف التفاصيل أكتر عن القضية واللي حصل النهاردة في الجلسة. ما زلت أعتذر عليه اللحظة رئيس الجمهورية الشرعي. في أولى جلسات محاكمته والتي أكد فيها أنه ما زال الرئيس الشرعي للبلاد، قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي تأجيل جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وعشرة متهمين آخرين من قيادات جماعة الإخوان في قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة وإفشائها إلى دولة قطر إلى جلسة 28 من فبراير الجاري للاطلاع واستعداد الدفاع واحضار المتهمين الهاربين مع استمرار حبس جميع المتهمين. هذه الكلمات التي سمعتها بعد ان قررت رفضي للمحاكمة لا تمثل بالنسبة لي شيئا، ارفضها وهي مرفوضة بالتبعية لرفضي لاجراءات المحاكمة وللمحاكمة لعدم اختصاص المحكمة ولائيا بالنسبة لي. في معرض كلامك قلت ان دي مهزلة، المحكمة تعتبر ان هذا اللفظ اهانة. لا انا لا اقصد هذا، ولكن تقديرا لظروفك هتتغاضى المحكمة عن تحريك الدعوة الجنائية هذه المرة. النيابة العامة كانت قد أسندت إلى المتهمين ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية تهدف لزعزعة أمن واستقرار البلاد. إسراء سعد.